وأخواتها عرفنا أنها حروف مشبهة بالفعل تدخل على الجملة الاسمية بكونها من المبتدأ والخبر، فتنصب الأول اسما لها وترفع الثانية خبرا لها، وعرفنا الحالات التي تأتي بها، فمنها ما يكون اسمها وخبرها مفرد، ومنها ما يكون جمعا مؤنثا سالما أو جمعا مذكرا سالما أو مثنى، ولكل واحدة حالة خاصة به كما شرحناه سابقا. الآن مع حل ثمانينات نبدأ مع الثمانين الأول الذي يقول: استخرج إن وأخواتها من الجمل التالية، ثم بين اسم كل منها وخبرها وإعرابهما. في هذا التمرين يطلب استخراج إن وأخواتها واسمها وخبرها وإعراب كل منهما، الاسم وإعراب الخبر. نقوم بعمل الجدول الآتي الذي يكون فيه إن وخواتها. هذه الحقل أو القناة الأولى في الجدول. المحور الأول إن وخواتها. المحور الثاني اسمها. ماذا بعد اسمها وإعرابهما؟ اسمها إعراب اسمها. من بعد ذلك خبرها وإعراب خبرها كما سنرى في هذه الجمل. نقوم بعمل الجدول. Thank you.
آخره، وأيضا سبب النظام وليس غيرها من الحركات لأنه مفرد ولأنه مرفوع. هذا فيما يخص النقطة الأولى اسمها وخبرها. النقطة الثانية عندنا ليت الصديقين مخلصان، ليت أيضا من أخوات إن، يفيد التمني كما أخذناه في الدروس السابقة. إذا النقطة الثانية ليت يفيد التمني، أين اسمها؟ اسمها الذي جاء بعدها مباشرة الصديقين. الصديقين يدل على شخصين اثنين، إذا هو مثنى وعلامة نصب المثنى وجره الياء، إذا هو اسم ليت الصديقين. أخذناه في الحالات في الدرس السابق إن اسم إن أخواتها إذا كان مثنى تكون علامة نصبه الياء وتكون علامة رفعه الألف، وذلك لأنه مثنى. إذا هنا إعرابه يكون اسم ليت منصوب وعلامة نصب الياء لأنه مثنى، لأنه مثنى. مخلصان، مخلصان علامة رفع المثنى تكون الألف كما أخذناها. إذا بما أن مخلصان خبر ليت وخبر ليت مرفوع دائما، إذا مخلصان مرفوع خبر ليت مرفوع وعلامة رفع الألف لأنه أيضا مثنى. تنوين يفتح يرسم على قبل الألف مقصورة. هذا فيما يخص الجملة الثانية، الجملة أو النقطة الثالثة. كأن المعلمات أمهات، كأن هنا هو الحرف المشبه الذي يفيد التشبيه. أخذنا فائدة عمل كأن هي التشبيه. اسمها جاءت جمعا مؤنثا سالما، وعلمنا أن جمع المؤنث السالم تكون علامة نصبه الكسرة بدل الفتحة، ولأن اسم كأن منصوب، إذن هنا المعلمات يكون اسمها منصوب لأنه جاء بعد وضع اسمها. نقول في النقطة الثالثة كأن الذي يفيد التشبيه اسمها المعلمات، إعراب اسم كأن منصوب منصوب وعلامة نصب الكسرة بدل الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. المعلمات اسم كأنه واسم كأنه منصوب، ولأنه جمع مؤنث سالم تكون علامة نصب الكسرة بدل الفتحة. أين خبر كأن؟ أمهات، أمهات 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 خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، لأننا نعلم أن علامة رفع جمع المؤنث السالم هي
جمع مؤنث سالم وعلامة جمع المؤنث السالم تكون الضم. هذا فيما يخص الجملة الثالثة. نأتي الآن إلى الجملة الرابعة. لعل الصادقين كثيرون. لعل أيضا هو من الحروف المشبهة الذي يفيد الترجي، وهو عكس معنى ليت الذي يفيد التمني. إذن لعل في الجملة الرابعة. لعل أين اسمها؟ اسمها ما جاء بعدها الصادقين. الصادقين، لاحظ الصادقين، ليس شخص ولا شخصين، إنما مجموعة. مجموعة لكم جمع مذكر سالم من كلمة صادق، يكون جمع أو صادقين أو صادقون بحسب محلها، فهي هنا منصوبة نصبت بالياء، وفي حالة الرفع ترفع بالواو، لأننا أخذنا في الدرس السابق أن جمع المذكر السالم يرفع علامة رفعه بالواو وينصب ويجر علامة نصبه وجره الياء. وبما أن اسم لعل وإن وصواتها أيضا يكون منصوبا فهو منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم، وخبرها يكون مرفوعا، يكون مرفوعا هنا بالواو لأنه جمع مذكر سالم. الآن نأتي لحال هذه النقطة وإعرابها. الصادقين، الصادقين اسم لعل منصوب وعلامة نصب الياء لأنه جمع مذكر سالم. كما قلنا إن جمع المذكر السالم تكون علامة رفع الواو وعلامة نصب وجر الياء، وبما أنه أصبح اسم لعل ولعل وخواته إنه تنصب الأول وترفع الثاني فهو اسم منصوب، ولأنه جمع مذكر سالم أصبح منصوب وعلامة نصب الياء. خبر لعل كثيرون لأن خبرنا مرفوع فهو جمع مذكر سالم مرفوع علامة رفع الواو. إذن الخبر كثيرون. خبر لعل مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. خبر لعل مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. هذا فيما يخص التمرين الأول.